على برنامج اسمه اوتوديسك رافت 2013. طيب هو دلوقتي في حاجة، احنا دلوقتي كنا شغالين بإيه؟ بالأوتوكاد ولا في حد تاني شغال بحاجة تانية؟ طيب احنا النهاردة يعتبر تعارف، عايزين بس ايه نعرف ايه اللي يخلينا نروح لبرنامج الريفت ونسيب الكاد. ايه الحاجة اللي موجودة في الريفت ومش موجودة في الكاد؟ ما هو لو هو نفس البرنامج انا مش هروح للريفت، ايه اللي هيخليني اروح للريفت؟ فحد عنده إجابة من الكلب؟ حاجات ايه؟ 3D. يرسم يعني، بيرسم 3D الحصر. تمام ماشي، ايه تاني؟ تمام ماشي، ايه تاني؟ هو الاوتوكاد شغال بتكنولوجيا اللي هي اللي اسمها كاد. تمام، يعني ايه؟ يعني هو الكمبيوتر كمبيوتر اي ديزاينر، يعني الكمبيوتر بيساعد الديزاينر. الريفت شغال بتكنولوجيا تانية خالص اسمها البي ام، بيلدينج انفورميشن موديلنج. تمام، اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج ان انا اعمل نموذج قدامي. تمام، يعني كان في نموذج مثلا لمبنى قدامي، مثلا اهو انا شايفه دلوقتي، فانا كمستخدم عادي او كمالك او واحد ماليش دعوه بالمعمار خالص، ابص على الحاجه اقول لا ده الصح بتاعها انها كانت تعمل يمين، كانت تكبر تصغر. عكس الكاد، الكاد انا كنت بديه للراجل العادي ما بيبقاش عارف ايه هو. يعني احنا لو فتحنا اي لوحه، هنرجع للواجهه تاني، نفتح كده اي لوحه. تمام، يعني انا لما ببعت شكل زي ده للواحد عادي مش هيفهم ايه هو المطلوب مني، يعني هو مش هيقدر يقول لي انا عايز اعدل، عايز اعمل كذا. تمام، فدي اول حاجه بستفادها من الريفت او بتخليني ان انا اتجه للريفت. ثاني حاجه زي ما قلت سهله الحصر. تمام، ان انا بعمل جداول وهو اوتوماتيك بيعمل لي موضوع الحصر، وهنشوف ان شاء الله الموضوع ده مع بعض. برضو بيعمل لي موضوع الكوردينيشن، يعني ايه؟ اي حاجه خبطت في حاجه ثانيه يقول لي عليها. تمام، فده بيوفر لي وقت كتير لان ممكن ما اكتشفش الموضوع دوت غير في السايت. تمام، فده شكل البرنامج بيطلع في الريفت كده. معلش مفيش ماوس، ماوس معلش انا اسف. تمام، يعني هو ده شكله كده في الكاد. تمام، فالشكل دوت ما بقاش الراجل قادر يفهم، يعني المستخدم العادي مش قادر يفهم السلم هنا ازاي وهنا ايه التفاصيل وايه الحاجات دي. لما اشوفها 3D يبدا يستوعب الموضوع، فيبدا يقول لي لا ده انا مش عايز الموضوع ده كده، لا ده انا عايزك تغير فيه. تمام، هو اول ما يشوف الموضوع ده كده يقول لي لا انا هنا المنظر هنا مش عاجبني، انا عايزك تكبر لي مثلا دي شويه، تصغر لي ديت، تزود لي حاجه فوق. تمام، فالراجل نفسه بيبدا يديني معلومات اكتر. اتفضل يا فندم. تمام، زائد ان هو تكنولوجيا ثانيه خالص، يعني البي ام فرق كبير جدا بينه. ماشي، شكرا. تمام، في فرق كبير قوي بين الكاد وبين البي ام. البي ام انا بشوف نموذج قدامي. تمام، فانا شايف الحاجه 3 دي قدامي، وزائد كده بيديني معلومات. تمام، يعني انا دلوقتي لو وقفت على اي حاجه دلوقتي، تمام، لو انا وقفت على اي حاجه دلوقتي مثلا وقفت على الروف دوت، هيبقى اداني معلومات، هيقول لي الروف دوت على ارتفاع كذا، البيس اوفر بتاعه، البيس اوفست، القط بتاعه قد ايه، نوعه قد ايه، السلوب بتاعه قد ايه، اداني كل المعلومات. تمام، ففي دلوقتي كل المعلومات موجوده في قلب البرنامج. فلو انا عاوز ان انا اقول له اعمل لي حصر للبرنامج، اعمل لي حصر للحاجات اللي موجوده في المشروع، هيخلصها لي في ثواني. تمام، نجرب الموضوع ده دلوقتي، نشوفه كده وبعد كده نبدا. تمام، لو احنا قلنا بس ايه
كتجربة نشوف موضوع الحصر دوت. تمام، انا ممكن اقول له ايه، اجي انا في فيو اقول له انا عايز مثلا حصر في حاجة اسمها سكادول. تمام، بقول له اعمل لي حصر سكادول. تمام، اقول له اعمل لي حصر للابواب. تمام، اقول له ايه، اوكي. يعني لو انا مثلا جيت تمام وغيرت في البلان نفسه، يعني ممكن اقول له وريني الحاجات دي موجوده فين في البلان، اللي هي طيب مارك تحت 22، اقول له ايه هايلايت الموديل، وريها لي في الموديل، ايه هي دي في الموديل. تمام، يعني الاول ما كانش جدول اكسل ومنفصل عن اللوحه، لا ده اللوحه مرتبطه بجدول الاكسل بتاع زمان. احنا دلوقتي المشروع كله هي موجود في ملف واحد، فهيسهل لي ان يبقى كل حاجه مرتبطه ببعض. تمام، فانا دلوقتي عرفت قلت له ديليت، هرجع للبلان الاقي من هنا، دي من هنا، ان انا هطلع كل الشغل بتاع سليم، ان انا البلان زي الاسكادولات زي الحاجات اللي موجوده في السايت زي السيلينج بلان زي السيري دي. ماشي، تمام. لا ده بس ثانية واحدة، هدوس تراجع. هي انا الصف ده اختفى. تمام، ده اللي طلع بعديه. ماشي، يعني انا لو جيت مثلا على الاربعه دوت، ماشي، انه سبعه هلاقي ان هو دي حاجه دي طول. تمام، انا ممكن ابدا اظبط في السكادول دوت براحتي، بحيث ان انا اخليه تيبيكال للي عندي في الشركه هنا. يعني بس انا ممكن اعدل فيه، يعني هو بيبص حضرتك لما قلت له اعمل السكادول لايه، مثلا عايز اعمل القمر، عايز اعمل العواميد، عايز اعمل الضغطات، عايز اعمل لبايب، كل حاجه. تمام، اسمبلي الكيبل تري، السيلينج، الدور، الدكت فيتنج، كل الحاجات دي. اقول مثلا عايز اعمل سكادولات مثلا، خلينا هو حاططها، هو حاطط كل حاجه. تمام، اللايبر بتاع البرنامج، كل حاجه موجوده فيه. يعني هو انا لما بحط حاجه، هي بقى بس في ايه، انا باجي برسم حيطه بحط له المعلومات، ففي اي وقت اقول له اعمل لي حصر، هو عارف ان الباب، عارف ان الحيطه دي فيها قد ايه استراكشر وفيها قد ايه دهان، يعني هو الدهان منفصل عن الاستراكشر، فسهل ان انا اعمل حصر لكل الحاجات ديت. تمام، يعني عايز تغير فيها عدل، عايز تعدل، يعني اللي انت عايز تعمله هتقدر تعمله. تمام، هنشوف. ماشي، انت مثلا، انت ماشي، ما انا بقول لك كل شركه لها سيستم. تمام، فانت بتظبط الجدول بتاعتك على السيستم بتاعتك، وظبطتها مره واحده. يعني احنا مثلا ظبطناها مثلا في المشروع دوت، اروح للمشروع التاني مش محتاج ان انا اعملها من اول وجديد، لا ده انا باخدها وابدا اشتغل بيها. ممكن تختلف
غير اللي انت عايزه، تمام؟ يعني انا معايا الجدول ده، عايز اغير فيه ايه؟ اللي انا عايزه. عايز تغير اسم اللي فوق غير، شيلها، تمام؟ عايز ترتب حسب الليفل رتب، يعني ممكن اقول له هنا بص تجيب منين؟ هقول له انا عايز اعمل مثلا فلتر، ماشي؟ هقول له ما تجيبليش غير اللي في ليفل، تمام؟ اللي في ليفل 2 مثلا، تمام؟ هقول له ايه؟ اوكي خلاص هجيب ليفل 2 بس، تمام؟ عايز يجيب، تمام؟ عايز يقول لي مجموعهم، هقول له ايه؟ جيب لي المجموع تحت، تمام؟ تبدا تظبط زي ما انت عايز، تبدا تخليه يعمل حصر. ممكن تقول له مثلا ايه؟ لو الحاجه دي قلت عن كذا اديني لون، يعني ليه؟ ان انا احط فيه شويه قواعد. يعني هي الميزه فيه ان كل حاجه دلوقتي بقت مع بعض. يعني دلوقتي انا بشغل ارتكشر وبعرف اشتغل فيه ستراكشر وبشغل فيه كهروميكانيكال، فسهل ان انا اعمل كوردينيشن بينهم كلهم. يعني الاول كان كل واحد شغال مع نفسه، كل واحد مش عارف التاني بيعدل في ايه. هو الاغلبيه هنا ستراكشر ولا معماري ولا كهروميكانيكال؟ يعني مش هقدر اتكلم في حد. ماشي. لا لا، كل حاجه هتلاقيها ان شاء الله. بص هسالك حاجه، الفالف ده انت اللي عامله هنا في الشركه او ولا خاص بيك انت، ولا انت شاري من شركه بره؟ مش موجوده بره خالص، تمام؟ هي في محاضره في الاخر خالص، تمام، اسمها التعديل في الفاميلي، ان احنا نعمل فاميلي من اول وجديد ونعدل فيها ونظبطها ونهيئها زي ما احنا عايزين. بس هي يعني انا دلوقتي لما تعالى نشوف مثلا الاوضه دي، ما ده احنا شايلينه من الشركه. الشركه دي اللي هو تكييف شركة كارير دي، تعالى ندخل عليها دلوقتي على النت هتلاقي كل حاجة هي عاملاها، تمام؟ حد هنا تكييف؟ ماشي يا شمس. طيب احنا لو دخلنا موضوع ان احنا نجيب فاميلي، تمام؟ لو دخلت هنا قلت له مثلا عايز فان كل يونت مثلا، تمام؟ قلت له ايه؟ انتر. اي فاميلي انت عايزها هتلاقيها. يعني ان انت تعدل الفاميلي ده حاجه سبيشال ليك ان انت تعدل فيها، تمام؟ يعني هو مش قافلها ليك، ان انت تدخل بس تكون فاهم الفكره بتاعت الفاميلي وتلاقي تعدل فيها سهل بسيط ان شاء الله، تمام؟ بس يعني غالبا مش هتحتاج في اول مثلا 10 مشاريع ان انت تعدل الفاميلي. ليه؟ هتخش هتلاقي ناس ثانيه عاملاها. انا جايب لك معايا 5 جيجا فاميلي، والمره الجايه جايب لك 5 جيجا كمان، يبقى معاك 10 جيجا فاميلي. يبقى مش هتحتاج ان انت تدخل على النت اصلا ان انت تجيب حاجه، تمام؟ كل تمام. الله ينور عليك. يعني هتدور على لمبه هتلاقي اللمبه، هتدور على حيطه هتلاقي الحيطه. هي الشركه نفسها حاطه فيها، هي الشركه بتقول لك انا بكسب كتير من ان انا ببيع المنتج ده، فانا هوفره لك بحيث ان انت تحطه في البرنامج، بحيث ان العميل نفسه يلاقي ان هو اسهل له ان هو يشتري كارير. انا خلينا نكتب مثلا فان ليه ان شاء الله. يعني مش هتحتاج فين وفين لما تلاقي حاجه ناقصه تخش مخصوص عشان تجيبها. لقيت مثلا عمود بشكل معين لا هيحتاج معينه، بس كل الشركات عامله الفاميلي. يعني انا بدخل على الشركه بلاقيها عامله، يعني هو في كذا برنامج منافس للريفت، تمام؟ بلاقي هي عامله الريفت بس ومش عامله اي برنامج تاني، فده بيدلني ان هو المستقبل للريفت. يعني الريفت مش حاجه بنتعلمها وخلاص، شركات كتيره اعتمدت كله على الريفت دلوقتي، تمام؟ ليه؟ لان هو حقق لي شويه حاجات. احنا قلنا ايه بيحققها لي؟ نعيد بس عشان المهندسه لسه مهندسه. ايه الحاجات اللي بيحققها الريفت؟ عند الاوتوكاد الحصر، ان هو بيعمل لي كوردينيشن، يعني انا اكتشف الحاجه دلوقتي. يعني حضراتكم شغالين في المقاولات وعارفين ان يعني تقريبا اكتر من 10% من تكلفه المشروع بتضيع حاضر على الحاجه انا عملتها وشفتها. ممكن انا مثلا ايه عملت تكييف، وبعد ما عملت تكييف لقيت حاجه ثانيه المفروض تمشي في المكان دوت، فاضطريت ان انا اكسر الصاج بتاع التكييف عشان امشي الحاجه ديت.
فكل ده لما اعمله على الكمبيوتر هيبقى اسهل بكتير. تمام، ممكن وانا شغال في الاوتوكاد الحاجات خابطه في بعض وانا مش واخد بالي، تمام، او هي مش خابطه في بعض وانا فاكرها خابطه في بعض وعمال ازيح واعمل، بينما ده على الليفل وده على الليفل. فهو هنحققني ان انا ارسم الحاجه يعني مش 3 دي، لا 4 دي. تمام، ايه ال 4 دي؟ ال 4 دي ان هو زود لي موضوع الانفورميشن، بس بيلدنج انفورميشن موديلنج، مبنى بس لازم احط فيه المعلومات. يعني انا ممكن اجي دلوقتي واقول لكم يلا نشتغل ونقعد نرسم بس مش مدخل معلومات صح، تمام، ففي الاخر المشروع كله هيطلع غلط، لما اجي اعمل سكادول هيطلع غلط، لما اجي اعمل، والحاجه انت شايفها كموديل شكلها حلو، تمام. يعني انا لو جيت هنا مثلا على البلان دوت، تمام، شكله 3 دي، كلها متخلى غلط. القمر انا معرف مثلا على حيطه، فلما اجي اعمل كوردينيشن هقول له اعمل لي بين الضغط والخرسانه، مش هكتشف انها خرسانه. فلو انا مدخل معلومات غلط المشروع مش هيبقى لازم. فلازم نبقى ايه عارفين ان احنا واحنا بندخل معلومات ان المعلومات دي هتوفر عليا وقت كتير جدا، تمام. يعني انا رسمت حيطه ودخلت بمعلومات غلط، تمام، قلت له مثلا الحيطه دي مثلا الحيطه دي مثلا فيها شويه دهان بره وفيها كذا كذا، تقول كل حاجه واحده، فلما اجي اعمل حصر هعمل حصر كل حاجه، تمام. فهي الفكره بس ان انت بتدخل معلومات صح والموضوع بسيط ما فيهوش مشكله، لان انت بتبقى عندك كل شركه بتعمل لنفسها تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ حد عارف يعني ايه تمبلت؟ اصل احنا بنستخدمه في حضرتك كلها يا باشمهندس. اصل احنا بنستخدمه في الكاد. تمام، هي نفس اللي قاله باشمهندس. تمبلت يعني ملف هو ما فيهوش حاجه خالص فاضي، بس انا حاطط فيه مثلا اتجاه الاسهم، حاطط فيه معرف فيه انواع الخطوط اللي هشتغل عليها، انواع التكست، معرف فيها انواع الحيطان، معرف فيها الحاجات اللي انا هحتاجها في الشغل. مش حاطط فيها مشروع قديم، لا حاطط فيها الحاجات اللي انا هحتاجها في الشغل. كنا بنستخدمها في الكاد ودلوقتي بنستخدمها ايه في الريفت، تمام. هي في نقطه بس ان احنا محتاجين اجهزه، يعني لو كل واحد عليه جهاز بحيث اللي احنا نقوله ونبدا نطبق هيبقى احسن، لان فعلا الريفت لو سماع بس مش لازم، تمام. فلو في حد عنده جهاز يقدر يجيبه هيبقى نعم. لا لا انا بتكلم مثلا بعد كده، يعني ان شاء الله، يعني حتى لو كل واحد يجيب جهاز بتاعه هيبقى ان شاء الله الموضوع بسيط، تمام. زي البلوكات، تمام، الله ينور عليك. تمام، تمام، جميل. السؤال حلو قوي. السؤال انقسم لشقين، الفاميلي دي هي البلوكات في الـ في الـ في الـ في الاوتوكاد، وهي كومبوننت في السكتش اب. والسؤال الثاني، ينفع ان انا اعدل فيه ولا لا؟ الفاميلي اذكى من البلوكات اللي موجوده في الفاميلي، واذكى من البلوكات اللي موجوده في الاوتوكاد، واذكى من الكومبوننت اللي موجوده في السكتش اب، تمام. اذكى ليه؟ ايه اللي يخليني بقول عليها اذكى؟ هنشوف دلوقتي مع بعض حاجه بسيطه خالص وهنفهم منها ليه هي اذكى. انا دلوقتي مثلا لو حيطه، فهم ان الحيطه دي لازم تتقطع عند الباب، فقطع هو الحيطه اوتوماتيك، تمام. لو انا جيت هنا ولغيت الباب خلاص. على فكره الباب احنا حاطينه اتضاف في السكادول، يعني لو رحنا للسكادول هنلاقي الباب ده اتضاف خلاص، فده بياكد لي 100% ان الشغل سليم، تمام. هنا اذكى من الكاد. الكاد كانت البلوكه متفاعله مع نفسها في، لا لا بجد خلاص لو حد عنده يسأله حاجه مش واضحه مفيش مشكله، احنا قاعدين ماشي. طيب هو ليه اذكى من البلوكات؟ الحاجات الثانيه في الكاد كانت هي كويسه مع نفسها، يعني حتى البلوك دايناميك، البلوك دايناميك كان بيتفاعل مع نفسه، يعني ممكن اديله كذا حجم وتغير، او ممكن اشده يشد معايا، ممكن اديله كذا شكل، مفيش اي مشكله خالص. هنا الموضوع بقى اكتر ان هو بيتفاعل مع الحاجه اللي جنبيه، تمام. فمثلا انا حطيت الباب اهو، شباك مثلا اهو،
وشديت مثلا ايه، خرجت بره، انا مجرد ان انا مجرد ان انت دوست سهم فوق او سهم تحت خلاص هو ايه بيختلف. فهو حتى في بعض الحاجات بيحكمني فيها، تمام؟ اه، ان هو اذكى من الحاجات التانية، ان هو هيفهم ايه اللي انا عايزه هنا. يعني انا مثلا ممكن ارسم حاجه يقول لا دي ما تنفعش، ممكن مثلا اكون حاطط عمود مع حيطه اربطهم ببعض بحيث لو حاجه اتحركت ينبهني، تمام؟ آه يعني ده لا ليه ان انا اعدل، ليه ان انا اعدل، ماشي، ليه ان انا اعدل فيها، ليه ان انا اعدل فيها واظبطها، تمام؟ شوف الباب ده انا هاجي هنا انا غيرت الاسم، انا غيرت الاسم بس ما غيرتش الحاجات اللي هنا معايا، تمام؟ انا غيرت الاسم، هو كده اسمه اتغير، يعني الكتاب ده بقى اسمه كراسه بس ما اتغيرتش. لازم بقى اغير البيانات اللي هنا، يعني اغير هنا الماتيريال، ممكن ابدا بقى اغير 2100 دي تبقى ايه 4000، تمام؟ وهنا 2000، تمام؟ خدت بالك حجمه اتغير. لو انا بصيت عليه في سيكشن، بص رسم سيكشن سهل قوي، اجي فوق اقول له سيكشن وابدا ارسم ايه سيكشن، تمام؟ كليك يمين جوتو فيه، تمام؟ اهو لو انت عايز تقيس دي اي وابدا بقى قيس، تمام؟ فالتعديل فيه سهل، 4 اهو، وبرده هنا هتلاقي برده 2، فالتعديل فيه سهل. ايه؟ اه كده اتضاف للفن، تمام؟ الموضوع بسيط اهو، ما شفناش فيها مشاكل خالص. يعني وانا شغال مثلا، حضرتك مهندس ايه؟ مدني. لو انا شغال مثلا في عمود، تعال نشتغل على عمود دلوقتي، تعال نشتغل على عمود. استراكشر وقلت له ايه؟ اقول له ماشي عايز احملها معايا وابدا احمل المعتمد، يعني كاني في شغال في الكاد وفي بلوك ناقصه فبحملها في المشروع عشان ابدا استخدمها، تمام؟ ابدا اشوف الفاملي فين، هي موجوده، كانت موجوده. طيب ثانيه واحده اشوفها بس في مكان تاني على الفلاشه، فاملي استراكشر كولوم، ماشي. بص دي كلها فاميلي مثلا، قلت له مثلا اوبن، تمام؟ هيبدا يحمل. الكولوم دي شكلها معماري، احنا عايزين كولوم استراكشر، بس هو في كولوم استراكشر وكولوم معماري، تمام؟ كونكريت وفي ستيل، هو لو انت عايز ستيل، تمام؟ ادهي الايه الحاجه نزلناها، تمام؟ نزلتها ما ظهرتش معايا ليه؟ بص الخصائص بتاعتها، انا قايل له انها تحت الارض ب 2500، هقول له لا خليها هاي، تمام؟ هنشوف الموضوع ايه النهارده، زي ما احنا ايه اول ما دخلنا اتعرفنا على بعض. بعد كده مثلا موضوع السكادول ده محاضره كامله لوحديه، ليه؟ لان اغلب شغلنا هنا معتمد على ان احنا نعمل حصر، فلازم تبقى في محاضره خاصه بالسكادول وتكون مطوله، تمام؟ انا
مثلا ايه 400 في 400 واقول له دي خليها 400 يكبر معايا. تمام، في انت لو عندك عمود دائري ونص دائري ونص دائري ونص عمود كل الحاجات دي سهله تعمل، فما تقلقش منها. تمام، يعني اي حاجه هتجيلك في المشروع هنعرف نتصرف فيها. يعني حد شاف برج دبي؟ في شويه اشكال كده، كل ده ممكن يترسم بالريفت عادي، مش مشكله خالص. حتى كان في ناس رسمه فيل بي فيل كامل كده بالريفت، وعملوا ان الرقبه تتحرك كل حاجه. يعني كموديلنج هو كويس، في الموديلنج مش وحش، في الاظهار كويس برضو. يعني الموديلنج والاظهار ده كان متميز فيهم من 3 دي ماكس، هو قريب جدا من 3 دي ماكس بالذات في 2013. تمام، نبدا نتكلم في البرنامج. احنا بس ايه حبينا بس ايه الناس تعرف ان هو برنامج ان شاء الله يبقى الشركه تشتغل بيه وتعتمد عليه. تمام، تمام. طيب دي الواجهه اللي هتواجهك اول ما تشوف البرنامج. ماشي، اوتوديسك ريفيت 2013. تمام، اوتوديسك شركه طبعا هي اللي عامله اوتوكاد وعامله 500 برنامج تاني. تحت امرك. لا لا، تحت امرك يا فندم. حضرتك شرحت على الموديل ده. اه، لو احنا بنتكلم على موديل مشروع، اه مشروع يعني 400 فيلا، الموديل نفسه بالنسبه لنا عايزين نعمل الكونتور والمباني المختلفه، ما فيهاش مشكله خالص، ما فيهاش مشكله خالص عادي. يعني دي ان شاء الله نعملها مع بعض. بس في نقطه عشان برضو نكون صادقين مع بعض، ان اوتوديسك عامله برنامج تاني متخصص في موضوع الشبكات. لاندسكيب عامله مشروع، عامله واحد تاني متخصص في الانفراستراكشر. تمام، فهو هنا انا بستخدمه ان انا اعمل خطوط الكونتور للمنطقه بتاعتي. تمام، يعني ممكن اعملها مثلا فيلا 2 3 4 بس. خطوط الكونتور ما فيش مشكله خالص. ما فيهاش مشكله خالص، دي كلها ما فيهاش مشكله خالص. بس هو في برنامج تاني متخصص في موضوع الشبكات. بس الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ان انت تعمل حاجه مثلا للعماره اللي انت هتبنيها او للخمس ست عمارات اللي هتبنيها، كله موجود، كله موجود. ما هو لو انت عايز تتخصص في موضوع ان انت تعمل انفراستراكشر، لان انت هتضطر مثلا تعمل كوبري. تمام، فان انت تعمل كوبري في الريفت هيتعبك. انا فاهم بتتكلم في ايه. انا بتكلم ان انت عايز تعمل انفراستراكشر، عايز تعمل الخطوط الصرف وخطوط الميه والخطوط دي كلها، الريفت بيعملها. بس بالريفت بس في برامج ثانيه بتبقى متخصصه. هي اوتوديسك عامله ايه؟ عامله كذا برنامج، وكل برنامج بتحاول تخليه قوي في نقطه معينه. يعني هو لغايه دلوقتي ما وصلتش ده ل 100% اظهار زي 3 دي ماكس. هي نجاحه عالي قوي في المودرنج ده في الـ لا في المودرنج تمام، وفي الحصر وفي حاجات كتيره جدا. وكل البرامج الثانيه بتاخد منه، يعني الانفراستراكشر تيجي تشتغل عليه يقول لك لا انا عايز الحاجه من الريفت. في برنامج كويس جدا اسمه نفس وركس، ده برضه يقول لك انا عايز النموذج من الريفت. في كوانتيك اوف بتاع حصر برضه عايز البرنامج من الريفت. في برامج كلها تقول لك انا عايز النموذج من الريفت لانه هيوفر علينا معلومات كتير قوي. لما انا دخلها كاد هو شاف يعني حيطان بس مش عارف المعلومات اللي جوه. تمام، تحت امرك. لا لا الله يكرمك يا فندم، ده حاجه بتفيد يعني. تمام، اوتوديسك ريفت 2013. تمام، اوتوديسك خلاص شركه كبيره واحنا عرفناها والحمد لله كل منتجاتها كويسه ما نقدرش نتكلم فيها. الكلمه الثانيه ريفت. تمام، ريفت يعني ايه؟ يعني ريفيز انستنتلي. ريفيز انستنتلي هي كلمه معناها يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. تمام، يعني ايه؟ يعني انا بعد ما رسمت عايز اعدل حاجه، الموضوع سهل جدا. يعني زي ما انت شفت احنا مثلا عملنا الحيطه حبينا نعدل بالاسهم. تمام، انا بعد ما رسمت مثلا ماسوره ورسمت حاجه وعايز اعدل فيها سهل ان انا اعدل فيها. تمام، يعني اكبر ميزه في الريفت ان لو في حاجه واجهتني عايزه مشاكل عايز تحلها هتلاقي الموضوع بسيط، وانت بترسم برده هتلاقي الموضوع بسيط. بعدين انا لما بعدل في حاجه ما بضطرش ان انا اروح في كل مكان اعدل فيها. يعني انا عدلت حاجه مثلا في البلان مش مضطر ان اروح اعدلها في السكشن، ومش مضطر ان اعدلها في 3 دي ماكس 3 دي، ومش مضطر ان اعدلها في السكادول. ده هو بيعدل كله في نفسه في نفس الوقت. تمام، في مشكله حد كده؟ طيب 2013، 2013 عليه تعليقين. تمام، 2013 يعني فكره الريفت ان الاصدار ما بيفتحش الحاجه اللي فوقيه. يعني لو انا اشتغلت على حاجه 2013 ما ينفعش افتحها ب 2012. اتفقنا؟ زي ايه؟
لا الكاد ممكن تعمله سيف اس، هنا ما ينفعش. هو عاملها كده وعاملها في كل البرامج التانية غير الكات، يعني اوتوديسك هي اللي متعمدة كده. بنوع من الانواع مثلا اه اللي اه هي ان انت اللي تجدد في الشركة كلها مرة واحدة. انت تفضل على الفيرجن بتاعك. اه فهي دي نقطة برضو نخلي بالنا منها. انا دلوقتي لو اشتغلت حاجة 2012 ما اقدرش افتحها 2011، لازم افتحها على الاصدار ده او الاصدار اللي فيه. لو فتحتها على الاصدار اللي فيه وعملت سيف مش هقدر افتحها 2012 تاني. انت دلوقتي عملت ايه؟ عملت سيف على 2013 تمام؟ انت عملت سيف، عملت سيف تمام؟ اللوحه بتاعتك دي ما ينفعش تفتحها تاني على 2012 او 2011. تمام؟ دي نقطه بس خلي بالنا منها. احنا تقريبا كلنا لسه هنسطب، فكلنا هنسطب 2013 ما فيهاش مشكله يعني. ما الاستشاري يتفق معايا ان كله 2013 او يشتغل او هو يعمل 2012 ويبعتها لك، بس لو انت عدلت هو مش هيقدر يشتغل عليها تاني، هي مش هتفتح معايا. تمام؟ هي لها طريقه بس رخمه شويه جدا وما نحاولش نجيبها يعني. تمام؟ بس ممكن في حاجه بوظت 2013 برضه. احنا في ميزه في البرنامج ده ان كلنا بنشتغل على ملف واحد. بمعنى ايه؟ انت في الكاد كنت انت بتشتغل على ملف كاد وزمانك بيشتغل على ملف كاد، وانا لو جيت افتح الملف بتاعه بيقول لي ريد اونلي. لا احنا كلنا بنشتغل على ملف واحد وكل الادوار. تمام؟ يعني هو ملف واحد موجود ده معايا. تمام؟ هتلاقي مثلا الملف ده. تمام؟ الملف ده فيه كل حاجه. تمام؟ في الاسكادولات، في ال كل السكاشن، في كل التكييف، في كل البلامنج، في كل الاستراكشر، في كل حاجه، في الفريمات اللي انت حاططها. يعني هو الملف ده في كل الشغل. تمام؟ عكس الاول كان بيبقى عندك ملفات اكسل منفصله، عندك ملف كاد للدور الاولاني تكييف اللي شغال فيه احمد وواحد تاني اللي شغال فيه محمد وقصه كتير جدا. لا احنا هنا عندي ملف واحد. تمام؟ دي نقطة إن أنا لو إحنا كده مش هينفع نشتغل جروب، يبقى واحد 2013 وواحد 2012 لازم كلنا نفس الحاجة. تمام؟ 2000 يعني من أول ما الريفت نزل لحد 2013 لحد 2012 كان كنت بضطر تسطب ريفت أركتكشر وتسطب ريفت ستراكشر وتسطب ريفت إم إي بي. تمام؟ هو كان بيقول لك إيه؟ إن المهندس لا إما تكييف لا إما ستراكشر لا إما معماري، فمش هيشتغل الحاجات كلها مع بعض. فهو عشان يخفف على الجهاز كان حاطط كل برنامج منفصل. تمام؟ معايا ولا؟ لو في اي حاجه وقعت مفيش مشكله. كنت بسطبه يعني، انا كنت بسطب ريفت ام اي بي وبعد كده اروح منزل ريفت ارتكشر واروح مسطبه. تمام؟ في 2013 اداك اختيارين. تمام؟ يعني ممكن تنزل ريفت 2013 ويشتغل معاك كل حاجه. تمام؟ زي ما انت شايف عندك قائمه ارتكشر، قائمه ستراكشر، وقائمه سيستم. لا اما اسطب ريفت ارتكشر ولوحده، اقول انا مش عايز اي حاجه من الحاجات الثانيه. تمام؟ هو هيديك بعض الحاجات البسيطه اللي تفيدك. يعني لو انا بسطب ريفت ارتكشر بس. تمام؟ وحضرتك مهندس ايه؟ حضرتك مهندس ايه؟ معماري. لو انا هشتغل معماري هحتاج بعض الحاجات. يعني هحتاج ايه؟ هحتاج مثلا العمويد، عايز ارسم عمويد، عايز ارسم، ممكن اكون محتاج تكييف مثلا احط الديفيزورات. فبيديني بعض الامكانيات البسيطه اللي تفيدني في حدود شغلي. يعني مش هيديني كل الحدود بتاعه ان انا ارسم تكييف، بس هيديني حاجات في حدود شغل. تمام؟ الاستراكشر بيحتاج بعض الحاجات، بيدي له برده بعض الحاجات اللي تفيده بس. تمام؟ دلوقتي لا، قال لك كل الحاجات هي واختار زي ما انت عايز. ماشي؟ في حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ انت 2013 صح؟ اعلى حاجه في السوق، ريح دماغك. اه ماشي، بقول لك على حاجه دلوقتي يعني. هو ده شغال الاي 3 وشغال كويس. يعني انا شايف ان هتضطر ان انت كل شويه تطوري، فالاحسن ان انت تجيب اخر حاجه دلوقتي في السوق اللي هي اي 7. الرامات 8 جيجا بس، خلي بالك لازم لا مش مينيموم، العادي المينيموم 4. تمام؟ وخلي بالك هي عامله زي معلش في التشبيه، زي مثلا مجرى ميه. تمام؟ فلو حته فيها ضيقت السرعه كلها هتبوظ. يعني لو انت مثلا قعدت تعلي في رامات خليت 24 جيجا رامات. تمام؟ وبقيت المسار صغير. تمام؟ المذر بورد مثلا صغيره، هتلاقي كانك انت مش مستخدمها خالص. هو لازم مهندس، لازم مهندس 64.
لا ان شاء الله نجربها نجربها، ولو في مشكلة نجربها تمام، ولو في مشكلة هنروح ايه قايل لهم علوا الرميت تمام معايا، يعني هنجرب هنجرب نشتغل عليها تمام. يا باشا اه ماشي اه ايوه ماشي. طيب تعال تعال نفكر مع تعال نفكر بس مع بعض، معلش هو اسمح حضرتك ايه، انا لسه بس بتعرف على الناس، ما شفتش مهندس. طيب مهندس ايه؟ هرب تمام ماشي. اه دلوقتي انا دلوقتي جبت ملف الكيد وعايز احولها لحاجه اشتغل عليها، هو مش قادر يعرف المعلومات. يعني انا دلوقتي لو فتحت ملف الكاد عندي خط، هو مش فاهم الخط ده ايه اصلا، يعني الخط ده معماري ولا الخط ده ستراكشر ولا الخط ده كهرباء تمام، عنده خط منحنى هو مش قادر يفهم ايه ده تمام. هو في بعض الاوقات بيبقى ساعات ايه يساعدك شويه تمام، وهنشوف الموضوع ده مع بعض النهارده. تمام تمام وبالذات في المعماري، حضرتك مهندس معماري اكثر تقدما، يعني في المعماري بيعمل حاجه لذيذه شويه تمام. احنا النهارده عشان بس تبقى عارفين ايه اللي هي ايه الجريدات، سهله سهله ان انت تعمل جريدات، هنشوف الموضوع ده مع بعض. احنا النهارده ياخدها من الكاد لا هو بيديك ان انت تعمل بيك لاين، يعني مجرد تدوس كده على اللاين هو يتحول لجريد وتبدا انت بقى تتراكمه في نفس التركيب. هتلاقي الموضوع بسيط، بالذات المعماري تحويل الشغل للمعماري ما بياخدش وقت خالص. انا عارف في طاقه حقد طالعه كده تمام ماشي. احنا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحاول بس نتعرف على البرنامج زي ما اتعرفنا على بعض كده. هنحاول نشوف جزء بسيط في كل حاجه تمام. يعني ايه؟ هنشوف مثلا جزء استراكشر، بحيث ايه ان بتاع الاستراكشر يلاقي حاجه يعملها خلال الاسبوع دوت، بتاع المعماري يلاقي حاجه يعملها، الكهروميكانيكال برضه اللي حاجه يعملها تمام. يعني هنبص حاجه بسيطه تمام، يعني اقول مثلا العمود بيتعمل ازاي، الحيطان بتعمل ازاي، الحاجه دي بتتعمل ازاي، ونشوفها مع بعض. ونفس الكلام ده هتلاقيه في بقيه الاقسام، بس عشان ما نظلمش حد هنبدا نشوفها مره مره مع كل واحد تمام. لا هو اللي هيحصل ايه، في جزء كبير قوي مشترك في الريفت وفي جزء مختلف، فهنيجي مع بعض كده وهنقعد نسمع مع بعض. انا مش هنحط حاطط الجدول، نقعد نشوف مع بعض. مثلا المحاضره الجايه نقعد مثلا ايه في 3 ساعات مثلا هنقعد فيها مع معماري بس، او مع استراكشر او معماري واستراكشر الاثنين قريبين من بعض، معماري واستراكشر هنقعد مع بعض، والكهرباء ميكانيكا مثلا مع بعض. اللي عايز يحضر من بيت الاقسام انا شايف ان هو هيستفاد، بس ممكن يبقى سرحان شويه لان هو بيتكلم في حاجه ما مرتش عليه تمام. يعني مثلا ايه انا عمال اقول له كم وات وكم فولت وكم حاجات ديت، فمعماري مش قادر يخش معايا. معماري برضه لما هتكلم عن تفصيل الحيطان كانوا كان كده هتلاقيه برضه ايه سرح شويه، بس هي الفكره كلها ان هو برنامج وبديله تولز وبعدل فيها بس. يعني انا اشتغلت على سكتش اب برضه، كان الموضوع بسيط سهل. لما بشتغل على برنامج او بشتغل على معلومه، المعلومه دي بتسهل لي حاجات تانية. انا لما اشتغلت على فوتوشوب سهل لي ادخل على الكاد، ليه؟ لقيت فكره الليارات هي هي، لقيت شويه افكار زي هي هي تمام. فاحنا عايزين النهارده بس يعني ايه ناخد حاجات بسيطه كده جدا في البرنامج. تعال نتعرف على الواجهه دي كده ايه ببساطه خالص ماشي. طيب انا دي اول ما بفتح الريفت، يعني كده لسه بايه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول ما بنفتح الريفت تمام. بيجيب لي ايه هنا؟ بيجيب لي اخر مشروع انا اشتغلت عليه تمام. لو انت اشتغلت مشروع تبع شركه هيجيبه لك. هو هنا جايب لك سيمبل لكل حاجه، سيمبل للسيستم، سيستم دي هنا معناها الكهروميكانيكال، الاستراكشر، الاركتكشر تمام. لو دوست على واحده فيهم هيفتحها لك زي كده تمام. بعد كده بيقول لي ايه بروجكت، هنا الجزء ده كله خاص بالمشروع. بلاقي اوبن لو انت عايز تفتح اي مشروع، يعني ممكن اقول له اوبن تمام، وروح ايه فاتح اي مشروع انا عايزه ماشي. اقول له مثلا المشروع ده انا عايزك تفتحه تمام. طيب لو انا مش لو ممكن اقول له نيو، نيو يعني ايه؟ يعني افتح لي التمبليت. احنا قلنا التمبليت ده يعني ايه؟ ايوه حد يقول يعني بدل ما اقعد اول ما افتح المشروع اروح لا انا عايز حيطان نحها 200، انا عايز مثلا حيطان 250 وحيطان 300 وحيطان 350، هم دول اللي انا بشتغل بيهم، لا هلاقيهم جاهزين
احطهم انا في المشروع مره واحده وخلاص خلصت. الاسكادولات بدل ما كل مره اعملها، لان في اول مره تاخد منك وقت، لان انت عايز تظبطها على الشكل اللي بيطلع هنا من الشركه، مش عايز تاخدها وتدخلها على الاكسل وتعدل في الاكسل وتجيبه تاني، لا انت عايز اللي تعدله هنا يتعدل معاك على طول. تمام. فهنا نيو ممكن اقول له انا عايز تمبليت، ماشي، لو في اي حاجه نقولها تاني مفيش مشكله. تمام. بقول له هنا انا عايز تمبليت مثلا اركتكشر، هيفتح لي تمبليت الاركتكشر. تمام. ممكن اقول له انا عايز ستراكشر او ميكانيكال زي ما انا عايز، ماشي. ممكن اقول له افتح لي تمبليت اركتكشر على طول من هنا او ميكانيكال من هنا عادي. تمام معايا. بعد كده الجزء بقى الخاص بالفاميلي. تمام. دي فاميلي بسيطه جدا. تمام. هو حاططها بحيث لو انت عايز تتعرف على الفاميلي، الفاميلي احنا قلنا زي البلوكات بس اذكى بكتير، بحط فيها شويه خصائص بتسهل لي الشغل بتاعي. تمام. يعني وانا شغال مثلا جات لي حاجه خاصه بيا ممكن ادخل اظبطها. مثلا احنا عندنا طبعا العماره مختلفه، يعني العماره عندنا مثلا مثلا حد عايز يعمل بعمارة حسن فتحي، حد عايز يعمل عماره اسلاميه، حد عايز يعمل عماره بتاعه النوبه، فعايز حاجه خاصه هخش اتعدل فيها. مثلا انت عايز شباك اللي هو عامل زي شكل اللي احنا عارفينه دوت، اللي هو الشكل اللي هو مثلا قريب من الجوامع الكنائس والحاجات دي، بيضطر انت تخش مثلا ايه تعدلها بحيث تاخد الشكل اللي انت عايزه. تمام. ممكن اقول له ايه اوبن وافتح اي فاملة انا عايزها وابدا اعدل فيها. باشمهندس ماشي هندسه. فلو انت عايز تخرج اي حاجه على كاد او بي دي اف او اي حاجه من الحاجات دي، لا والله بسيطه جدا، بتدوس على حاجه وتروح ايه تعمل لك سبورت زي ما انت عايز على الانتاج اللي انت عايزه. تمام ماشي. طيب الفاميلي ممكن اقول له مثلا عايز اعمل اوبن وتفتح اي فاميلي تعدل فيها، ليك ان انت تعدل في اي فاميلي مفيش اي مشكله خالص، ماشي. الفاميلي حاول تجيبها من موقع يكون موثوق فيه، يعني ما تلاقيش اي فاميلي على النت تروح تستخدمها، لان ممكن تكون الفاميلي معموله غلط، وهتلاقي كتير جدا انت بتستخدم فاميلي مش معموله بالظبط. فانت لو جبتها موقع اوتوديسك يبقى انت ايه بدات تقرب من الصح، او من الشركه اللي عامله الحاجه ديت. لو دخلت مثلا جبتها من كارير او جبتها من الشركه اللي عامله الفاميلي بيكون طبعا ايه حاجه موثوق فيها ان شاء الله. تمام. ده موقع اوتوديسك سيك. تمام. ده بتكتب اي فاميلي انت عايزها بيجيبها لك على طول. تمام. اي فاميلي انت عايزها تقول له انا عايز ريفت، راح جايبها لك على طول، ماشي. طيب ودي حاجات زي هيلب، يعني بتقول له واتس نيو، ايه الحاجات الجديده في 2013، هيلب اكسشينج ابلكيشن. دي عباره عن في الكاد كنا بنسمي حاجه اسمها الاثبات. تمام. هي دي تعتبر زي الاثبات، هي دي برامج بستخدمها بتديني قوه للريفت. تمام. يعني ممكن اسطب حاجه تعمل لي ربط بينها وبين حاجه في الكهرباء، بينها وبين حاجه في الاستراكشر معايا. تمام. وبعد كده ده برضو شويه معلومات سريعه. لا لا موجود موجود. انا لغايه دلوقتي شغال على اوتوكاد 2013 بستخدم الاثبات وبعمل اثبات، يعني الحمد لله كنت كتبت كتاب في الاثبات وبعرف اعمل اثبات، فبشوف اللي انا عايزه بعمله. هو الفكره بس ايه ان الاول كان هي كومنت اكسبريس اصلا اللي موجوده في الكات دي عباره عن ايه، ان هو جمع الاثبات اللي موجوده في السوق. تمام. يعني الليسب مثلا اللي بيقيس حاجه معينه او يكتب تكست بمنحنى، فالناس لقت الاثبات اللي هي متعوده عليها. انما في بعض الاثبات قويه جدا، يعني في برنامج اسمه ما تعرفش اسمه دوت سوفت، البرنامج ده بيديك مثلا 200 ليسب بتسطبه في الكات بيديك امكانيات اكتر. تمام. بس هي الفكره ان خلاص بقى الواحد بقى مبقاش يقعد يدور ويشوف ايه الجديد والحاجات ديت، بس في الاثبات لغايه دلوقتي يعني 2013 مثلا غطى بعض الاثبات اللي احنا كنا بنستخدمها في 2012، بس في الاثبات نزلت برده مش موجوده في 2013، بنبدا ندور عليها بتلاقي فعلا الاثبات بتوفر الوقت. في الاثبات مثلا زي الاثب ال ال ان ده بيعمل حصر اسرع، ففي الاثبات بتوفر وقت جامد. تمام ماشي. لو احنا مثلا قلنا هنفتح اي مشروع،